السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. أول شغلة بدي أتشكر كل الناس اللي عم تدعمني وتشترك بالقناة وتدعمني لحتى نحسن نكمل ونوصل للهدف اللي بدنا إن شاء الله، تمام؟ وتاني شغلة، اليوم الفيديو تبعنا رح يحكي عن حضرتك أو حضرتك بدكم تنزلوا فيديو عنكم على الصفحة، تمام؟ هذا مهم جدا جدا هذا الموضوع. يعني هلا بعرف انه في ناس بتعرف هذا الموضوع وعندها فكره عن هذا الموضوع، بس في ناس يعني كلياتنا مثل بعض، اول ما بنفتح قناه جديده بدنا نعرف كثير معلومات عن القناه، كيف بدنا نشغلها، كيف بدنا نطورها، كيف بدنا ننزل فيديو، كيف بدنا نطلعه في كذا، يعني في كثير امور بدنا نتعلمها بالنسبه للجداد، تمام؟ فاليوم راح احكي عن موضوع كثير مهم، انك انت وقت تنزل فيديو على قناتك كيف انك تفوت على الاعدادات تبع الفيديو وتعمل تعديلات على الفيديو مشان الفيديو تبعك يكون عليه نشاط كتير. وفي معلومة مهمة هلا هحكي لكم اياها بالفيديو بتشوفوها وبتعرفوا شو اللي بدي احكي، تمام؟ فهلا رح اشرح لكم على الموضوع كله كامل ان شاء الله. قبل ما نبلش، الله يخليكم يلي عم يشوف فيديو جديد، اشترك بالقناة او اشتركي بالقناة واعملوا لايك حتى نحسن نكمل بهي القناة ونكمل معلومات عن القصص كلها إن شاء الله، تمام؟ ما راح طول عليكم، خلينا نبلش. هلا أول شغلة راح تفتح على الجوجل كروم. بس تفتح على الجوجل كروم بيطلع لك الصفحة تبعك هيك اللي أنت فاتحها تبع قناتك اللي هي على اليوتيوب، تمام؟ بس تفتح الصفحة هاي أنت أو أنتي بتكبسوا على هاي الكبسة، تمام؟ بينقلك على كل شي فيديوهات بننزلها عندك انت بالقناة، تمام؟ شو المهم بهذا الموضوع؟ المهم بهذا الموضوع انت مثلا نزلت فيديو عندك بالقناة، تمام؟ بعد ما تنزل الفيديو مهم جدا انك تفوت وتعمل عليه تعديلات. شو هي التعديلات؟ تكبس عندك هون على هاي الكلمة، مثلا عنا هذا الفيديو تبع ويلكم، هذا الفيديو شرحت عنه انا عن محتوى قناتي، واللي حابب يفوت يشوف شو محتوى قناتي وشو الهدف من قناتي، تمام؟ حنفوت عليه مثلا هلا نعمل تعديل. شايفين طلعنا هدول الخيارات، راح نكبس على زر القلم، تمام؟ نكبس عليه وبيفتح لنا على هي الصفحه، تمام؟ هلا بس فتح على هي الصفحه مثل ما كن شايفين محطوط عنا هون انه تعرفوا على مشروع محتوى قناتي، هذا الفيديو خاص بالزوار الذي سوف يدخلون على قناتي، الرجاء شاهد للآخر، تمام؟ هلا شو المهم عنا نحن هون؟ المهم عنا هون الوصف. انت الوصف وبدك تفوت تعمل تكتب بالوصف تبع الفيديو تبعك، اول شغلة بتكتب انت شو مكتوب فوق عندك، شو هدف موضوعك، تمام؟ بعدين تنزل على الوصف بتكتب هون بالوصف شغلات ومعلومات عن الفيديو اللي انت عامله، هذا انه شو بيحكي هذا الفيديو، ليش هاي الفكره، ليش انه لازم تعمل انت هيك؟ لانه انت اي شيء بتذكره هون بالوصف، تمام، يسهل موضوع انك انت وحدا بده يعمل بحث بجوجل على اي شيء، مثلا بده يعمل يتعرف مثلا اذا حدا واحد عم يكتب انه مثلا تعرفوا على مشروع الهندسه، تعرفوا على مشروع الطب، تعرفوا على مشروع الغناء، تعرفوا على مشروع كذا، تمام؟ فكل ما حدا بيكتب هذا الشيء عن بجوجل بقوم بيطلع له تقريبا شو الكلمات المتقاربة لانت الفيديو تبعك بالبحث، تمام؟ فنحن هون مثلا كاتبين نحن هون انه تعرفوا على مشروع كذا 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 كذا، هون بقى منضيف انا شو عن شو حاكي هذا الفيديو، تمام؟ هذا الفيديو مثلا يتحدث على موضوع قناتي وما الهدف من قناتي، تمام؟ نكتب مثلا شغلات تانية انه يتحدث عن
أفكار القناة وما هدفها. تمام، يتحدث عن أخبار القناة وما هدفها، يعني هيك، يعني بهالمعنى هذا أنه أنت تقعد تكتب شو الموجود المحتوى بالفيديو عندك. تمام، أنا ما راح أطول عليكم هلا، بس هي الفكرة أنه هلا كتبنا هيك هلا مبدئيا، بعدين بقى نزل يعدل بعدين شيء تاني. المهم ننزل بقى هلا على يلي تحت. المهم عنا جدا كمان أنك تعمل غلاف للصورة. كيف انك تعمل غلاف للصورة؟ يعني انت مثلا موضوعك بيحكي عن انه عم تأهل وتسهل بالناس اللي بتفوت على قناتك وتشترك بقناتك، ويا حسرة الناس عم تفوت وهي خجلانة مستحية، ما حدا عم يتنازل هيك ويكبس زر الاشتراك بشجاعة. يعني ما بعرف شو قصة العالم، والله ما بعرف. يعني طبعا ما فينا نغصب حدا على اي شيء، ممكن يكون القناة تبعي مو عاجبتهم او ما حدا مهتم بالموضوع، لانه قناتي لا فيها رقص ولا فيها فحش ولا فيها مناظر حلوه ولا فيها شيء بل القلب ولا فيها شغلات ظريفه ولا فيها، يعني حكيت كثير شغلات انا ما بدي ارجع ارد عيدها، فما بتهتم الناس بهيك شيء بصراحه. يعني عم نحكي هلا نحن الواقع صاير الناس عم تهتم بالشغلات يلي يعني ما فيها فائده بصراحه، هي مجرد عم تهتم بشغلات انه فيها خصوصيات، فيها شغلات ما لازم الواحد يعرفها. يعني ما بعرف، مع احترامي للكل، الله يختار الخير للكل ان شاء الله. المهم، فالمهم انك انت تحط صورة هون، تكبس هون عندك هون، بتحط صورة بس تكبس عليها، بيعطيك الخيار انه اذا بدك تختار صورة انت من عندك من الصور الموجودين، تكون انت عامل غلاف قبل منها. مثلا الفيديو تبعك بيحكي عن موضوع الطبخ مثلا، تمام؟ فانت شو بتساوي؟ بكل بساطة بتطلع لبرا، بتفوت على جوجل، تمام، بتحط مثلا لنفترض اللهم صل على سيدنا محمد صور عن الطبخ مثلا، اذا حدا قناته عن الطبخ، تمام، تكبس عليها يطلع لك، شايفين، فوتوا على بيلدر على الصور، يطلع لك صور كتير عن الطبخ. انت بقى اذا كان طبختك دجاج، لحمه، بشاميل، يلي هي بتكتب انت وبتضيفها على صور عن طبخ البشاميل، صور عن طبخ الكذا، تمام؟ تختار صورة انت من اللي بدك اياهم، تطبقهم عندك، بتزبطها، بتعملها تعديل شوي، بتكتب اللي بدك اياه عليها، وبترجع انت بقى لهون، تكون زبطتها، بتكبس على هون، بتنزل عندك هون. هي مهمة كتير جدا، لأنه انت بتنزل فيديو هو بيختار صور عندك من هون، مثلا اختار وحدة، تنتين، تلقائيات، فالصور ما لها معبرة يعني. فأنت بتحط شي صورة عن الشيء اللي أنت عم تحكي عنه. تمام، ننزل على اللي بعدها، قوائم التشغيل، هي ما عندنا فيها قوائم التشغيل، خليها مثل ما هي، اختياري، شايفين؟ تمام، هون عندك شغلة مهمة، انه الفيديو تبعك مخصص للأطفال ولا لا، الفيديو عام في يعني الكل يتفرج عليه، بتحط انت اذا كان مخصص للأطفال حط الأطفال، اذا كان لا حط لا. هلا انت وتحط انه مخصص للأطفال، ممكن يفوت بيشوف فيديو عندك على القناة، ما حدا بيحسن يعمل لك تعليق، ما حدا بيعلق لك، ما حدا بيحسن يقدم لك اي تعليق على الفيديو، تلاقي فيديو معروض بس بدون تعليق، تمام؟ هاي شغلة. شغلة تانية، ننزل هلا نكبس على هون، هيك ما شفتوه ليك عرض المزيد من الخيارات، نكبس عليها، ننزل لتحت. هلا هون قبل عرض الخيارات عندك هون الموجود مثلا حظر المحتوى على فئات عمريه معينه، تمام؟ هون انت بقى اذا هذا الفيديو بدك تحصره مثلا على اشخاص اللي عمرهم من 18 ونازل، تمام؟ من هالقواصر مثلا، بتفوت انت مثلا هون تعمل له حظر لفئه معينه، نعم اريد كذا كذا وكذا، شايفين شو مقروء؟ اول وحده، نعم اريد تتم اتاحه الفيديو فقط للمشاهدين دون المشاهدين الذين يتجاوز عمرهم 18 عام، تمام؟ او لا انه خليه لكل الناس الموجودة عندي. هذا ما لنا فيه، نرجع نكبسها، نرجع عليها. هون لتحت انه اعلانات، تبيجي انه هذا الاعلان اللي انت عامله مدفوع، اخذ شيء على مصاري، اذا اخذ مصاري بحط عليه، اذا لا بحط لا، خليه مثل ما هو. هلا هون المهم عنا، شايفين هون، هي كتير كتير مهمة عنا هون. يعني عندك مثلا هون العلامات،
انه انت هون بدك تكتب، انت فيديو تبعك مثلا مكتوب عليك، مكتوب عليه انه اهلا وسهلا بالمشتركين، فيديو للزوار، فيديو للكذا، فيديو للكذا. انت الفيديو تبعك شو بيحكي هون، تمام الفيديو تبعك بتكتب انه الفيديو شو بيحكي هون. يعني تكبس على واحدة مثلا هون، هلا بنكبس عليها، لا محينا واحدة، تكبس مثلا عليها، شايفين مثلا انا حاطط الفيديو انه بيتعلق بكذا، بيتعلق بكذا، تمام. بتحط مثلا الفيديو تبعك انه يرحب بالزوار، يرحب بالزوار، تمام، تعطيهم اوكي اخذوا، تمام. ترجع بقى هذا المهم هون، يعني انت الفيديو تبعك بيحكي عن الطبخ، بدك تكتب معلومات كتيرة مثلا، يعني انه بدك تكتب انه شو الناس بيخطر بباله انه تكتب على البحث على جوجل، تمام، انه مثلا عن الطبخ، وصفة طبخة البشاميل، تكتب هون وصفة بصمة ما تعرفنا نحكي شو صار بتكتب هون انه وصفة طبخة البشاميل، تمام، وبتكتب شغلات كتيرة انه اوصاف البشاميل، عالم الطبخ، قنوات كذا، قنوات كذا، بتحط تكتب تذكر عندك هون اسماء كتيرة مشان الواحد اي حدا فات يعمل بحث على شيء يطلع الفيديو تبعك موجود عندهم على البحث، تمام. هي كتير كتير مهمة هي النقطة هون، تمام، اللي هي ليك علامات والوصف، هون تكتب كتير كلمات اللي تحتها عنا هون انه شو لغة الفيديو، بتحط اللغة تبع الفيديو، عربي، انجليزي، الماني، صيني، اللي هو بتكتب، حط اللغة اثنتين عربي مثلا. اللي تحت هون عندك هي تاريخ تسجيل موقع جغرافي، هي مالك فيها خليها مثل ما هي. هون ترخيص والتوزيع، انه بدك يا ترخيص يوتيوب العادي، انه اليوتيوب اذا حدا مثلا اذا حدا فات على قناتك ونزل فيديو من قناتك، اليوتيوب فورا بيخبرك وبيبعت رسالة اللي نزل الفيديو من قناتك انه هذا الفيديو في عليه حقوق، انتبه، تمام. انت بتفوت كمان بتقدم شكوى، هاي مثلا ترخيص اليوتيوب العادي، واللي تحته ترخيص اي دي، هذا ترخيص يعني انه مخصص، هذا خصوصي انه اذا حدا يفوت بينزل عندك فيديو ممكن تحاكمه، انت تعمل له محاكمات وتعمل له قصص وسياق. نحن ما بدنا نأذي حدا ولا حدا يأذينا، بنخليها ترخيص اليوتيوب العادي، بس تجيني اشاره انه هذا نزل فيديو من عندي، فورا ببعث لهم بلاغ، بيبعثوا له تنبيه انه قيم الفيديو من عندك، بشيل الفيديو من عنده اجبار، تمام. اذا ما اشال الفيديو من عنده، اي مشاهدات تجي على الفيديو تبعي اللي نزله عنده تجي وتكون في عندي ربح، انا بيجي المصاري كلها لحسابي، تمام، يعني ما راح يستفاد شيء من الموضوع. هون عندك اللي بعدها اذونات الفيديو قصيره، انه هي عادي بتخليها كمان السماح للمستخدمين بجمع عينه من هذا المحتوى، انه عادي يعني، تمام. عندك الفئه، يرجى اضافه الفيديو الى فئات، هي كمان مهمة. انت هون الفيديو تبعك عن شو بيحكي؟ عن الترفيه، عن الطبخ، عن الاخبار، عن الرياضة، عن الموسيقى، عن المركبات، شو بيحكي الفيديو تبعك انت تحط هون، ترفيه تحط ترفيه، تعليم بتحط تعليم، كذا بتحط كذا، تمام. فبينحط اي الامور كلياتها هون، بس تحط انت شيء لك اياها كمان مهمة كتير، لانه بيطلع بلائحة التعليم، لائحة الترفيه، لائحة الكذا، لا فهي مهمة. هون عندك اخر شيء تحت اللي هو مستوى عرض التعليقات، انه بدك تسمح بالتعليقات كلها تنعرض عندك ولا اهم التعليقات، ولا انه شوف اخضاع التعليقات التي يحتمل ان تكون غير ملائمة للمراجعة، اخضاع كل التعليقات للمراجعة، ايقاف التعليقات. يعني اذا اجاك تعليقات سيئة، حدا عم يغلط، لانه ما شاء الله الناس كتير صايرة طبعا الا من رحم ربي وحيش السامعين، يعني في ناس كتير عم تفوت مثلا تغلط بالحكي، بتحكي يعني شغلات ما عندنا فيها، المهم تحدد انت اللي بدك اياه هون، تمام. هون تحت عندك اظهار عدد المعجبين وغير المعجبين بهذا الفيديو، حط عليه اشاره صح انه عادي خليها تظهر، ما بدك اياهم يظهروا بتحط لا. هلا هذول الشغلات كلهم مهمه، يعني هذول الشغلات كلياتهم مهمه، تمام. اخر شغله موجوده عندنا هون، هلا انا مشان ما اطول عليكم، عندكم هون البطاقات تكبس عليها، هاي البطاقات عم يقولوا لك انه انت حابب انك تضيف مثلا بهي النقطة، حابب انك تضيف فيديو هون اعلان شريط مثلا، تمام، انه يطلع عندك هون على فوق بهذا المكان شريط، مثل ما بتشوفوا الفيديوهات يطلع عندك على الشريط هون انه ادخلوا وتابعوا قناة منوعات تعليمية مثلا، اذا عندك فيديو تاني انت بتكبس على اشارة زائد هون، شايفين،
بتحط الفيديو اللي بدك اياه، انه يطلع الخيار موجود عندك فوق انه ادخلوا وشوفوا كذا وكذا وكذا. تمام، انا مثلا لحط التحديثات الجديده على التي حصلت على بشركه يوتيوب، بكبس عليها، شايفين طلعت لهم، شايفين الاشاره لك هلا هون، من هون حدد له انا من هون لهون بدي اياها تطلع هاي الاشاره. تمام، بيقوم تطلع الاشاره هاي فوق. حط له اكثر من فيديو، بدي اكثر من فيديو بحط له قد ما بدي، حط له 1 2 3 قد ما بدي بحط، بعطيه حفظ. تمام، عندكم نهايه الشاشه، يعني الفيديو انت وتنتهى عندك اخيره، اخر الفيديو بتشوفوا في ناس بتحط مثلا هيك، شايفين بتحط هيك وهيك انه قناتك، وبتحط هون فيديو انه ادخلوا وشاهدوا الفيديو كذا وكذا وكذا. تمام، ما بدك هي مثلا، بامكانك تمحيها. تمام، بامكانك تمحيها، ترجع شايفين بدك تحط انت مثلا هيك فيديوهين، عنوان فيديوهين، تكبس عليها بتحط الفيديو اللي بدك اياه. تمام، كمان تعطيها حفظ. تمام، هي بالنسبة لهدول الشغلات، هدول الشغلات كلياتهم مهمة بموضوع انك انت وتتنزل فيديو عندك على القناة. تمام، فهي الشغلات بس انت تعملها كلها وتظبطها على 24، تكبس هون على كلمة حفظ، شايفين تحت اعطاني تم حفظ التغييرات. هلا هيك انحفظت، هيك الفيديو تبعك صار جاهز انه الناس تفوت وتشوفه، وتشوف ان شاء الله يطلع الفيديو تبعك او تبعك بالبحث تبع جوجل بكل سهولة ان شاء الله. هون اللي تحت تكبس على هاي، بيطلع لك هون احصائيات الفيديو تبعك، قديش الناس شايفته، كم ساعة شايفين، عدد المشاهدات. تمام، انه في تفاعل بفيديو تبعك، يعني احصائيات عن الفيديو كله تبعك. تمام، هون اذا حابب انت تعدل شيء على الفيديو تبعك، حابب تقطع منه شيء، تقيم منه مقطع، تعمل شيء كذا، بتقيم منه بتساوي بدك اياه بتعدله. هون معنا فيها، هون معنا فيها. تمام، فهي كل شيء امور تتعلق انك وقت انت تنزل الفيديو بدك تعملها او انت. تمام، فهذا الفيديو كان تبعي لليوم، بتشكركم على المتابعة، واسف اني انا طولت عليكم، بس الشرح انتم شايفين يعني عم بختصر كتير، انا يعني ما عم حب اني طول الفيديو، بس هيك اجباري يعني، ما في مجال الا هيك. تمام، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو قدر الامكان، اذا عجبكم الموضوع اشتركوا بالقناة، وبتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.